بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ناس من ماس. اتعودنا كل اسبوع ان احنا نقدم لحضراتكم باقة جديدة من اهم الاحداث التي تتعلق بايجابيات المجتمع المصري. لدينا اليوم قضية غاية في الاهمية وهي العمل العام. العمل العام كنا قد تعودنا عليه قديما انه مجرد منظمات حقوقية أو جمعيات أهلية تعمل لصالح البلد وأحزاب سياسية بتقوم بدور اجتماعي في المجتمع، لكن فجأة لقينا المجتمع بدأ يتغير وبدينا نلاقي أن الأشخاص هم اللي بيقوموا بالعمل العام. واحد يتطوع علشان يخدم بلده، واحد يجري وهو ليس ذو حيثية في العمل العام، لكن هو تطوع حب أن هو يشوف بلده في صورة جميلة وفي صورة زاهية. بيصعب عليه أن يلاقي بلده ينقصها بعض المرافق في ظل غياب السادة النواب عن دورهم الحقيقي، في ظل غياب المنظمات المجتمع المدني عن دورها الحقيقي، وفي ظل انشغال الأحزاب السياسية بعملية بزنس الأحزاب كما أستطيع أن أقول. النهاردة أنا هقدم لحضراتكم نموذجين لاثنين من الشباب اللي بيقدموا يقبلوا على العمل العام وهم من خارج المسؤولية، يعني هم ما لهمش أي مسؤولية على الإطلاق، لكن هم فضلوا أنهم يقوموا بالعمل العام. عايز ألفت نظر حضراتكم لحاجة مهمة جدا، وهي في مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة السيد الرئيس يعني كلف الحكومة بإعادة تطوير ما يقرب من 4000 قرية كبداية في القرى المصرية. لازم بحضراتكم تفهموا سادة المشاهدين وخاصة اللي هم دايما بيقتنعوا بالنواب وان هم النواب بيقوموا بدور يعني في المجتمع كبير للخدمة. انا عايز اوصل لحضراتكم حاجة مهمة جدا، ان هذه المبادرة معناها ان كل قرية في مصر ينقصها شيء لابد ان هو يدخل. غاز طبيعي هيدخل القرية، صرف صحي هيدخل القرية، مش عارف مكاتب مثلا للخدمات بريدية او فروع للجهات الحكومية هتدخل القرية، طالما ان ذلك يعني في احتياجات القرى. كل ده بيوصلنا لجزئيه مهمه جدا، ان مفيش واحد يجي يضحك عليك بتاشيره ويقول لك انا كنت تقدمت للسيد وزير مش عارف ايه بطلب احاطه علشان يعمل لي كذا. لا والله العظيم ما حد هيعمل حاجه، ده تكليف رئاسي من السيد الرئيس. يشكر السيد الرئيس الحقيقه احساسه بمعاناه الناس في القرى، فكلف ان دي اسمها حياه كريمه. حتى المسمى بتاعها لازم تفهموا ان المسمى بتاعها يليق بمصر بعد ثورتين، حياه كريمه. انا مش بمن عليك كحكومة بان انا اعمل لك الخدمات، ده واجب عليا كحكومة، لكن انت دلوقتي واجب على السادة النواب انهم يحترموا ذلك وما حدش يقوم. بيلاقي حضراتكم في صراع كبير جدا بين السادة النواب، كل واحد يقول والله انا تقدمت للسيد الوزير وانا جبت لكم الغاز وانا جبت لكم مكتب بريد وانا جبت لكم مش عارف ايه. والله العظيم ما حد جايب حاجة، دي تكليفات رئاسية عشان حضراتكم بس تكونوا فاهمين الصورة. النهارده انا هقدم النموذجين، يعني طولت على حضراتكم شويه، لكن انا حبيت بس اوضح لحضراتكم الصوره كما ينبغي ان تكون. معايا في الاستوديو الزميل محمد خليل، اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بيك. والزميل محمد خليل من ابناء محافظه الغربيه ويعكف على العمل العام وليه صولات وجولات في خدمه ابناء بلده. ومعايا الاستاذ عياد رزق المحاسب القانوني وخبير الضرائب. اهلا بك يا استاذ عياد. اهلا وسهلا استاذ سعيد. الاستاذ عياد سبق له ان خاض تجربه الانتخابات البرلمانيه السابقه ولم يوفق، ورغم ذلك قرر ان يستمر في عطائه لابناء ديرته، واقسم ان العمل البرلماني ما هو الا كانت رخصه لممارسه عمل، لكن انا ما زلت اعمل اهو، وهو الراجل قدامنا هيكون مع حضراتكم. نبدا مع حضراتكم استاذ محمد. الأستاذ محمد عايزين نتكلم على غياب الأحزاب السياسية والمبادرات الرئاسية. السيد الرئيس بيقوم بمبادرات، هذه المبادرات تشجيعية للناس إنها تقوم بدور اجتماعي في المجتمع. عايزك تكلمني على رؤيتك، لماذا قررت أن تخوض العمل العام؟ في البداية أستاذ سعيد مساء الخير عليكم، مساء الخير على السادة المشاهدين. والله انا يعني انا لما اخذ في مقطع كلامك في البدايه، انا هكمل بناء على اكمال كلامك انت لما تكلمت عن حياه كريمه اللي وضحها فخامه الرئيس. حياه كريمه النهارده بتناقش كل المشاكل اللي هي موجوده داخل اي قريه
من كرة مصر، من كرة جمهورية مصر. النهاردة الرئاسة كلفت حياة كريمة اللي هي تعمل على أعلى نطاق بحيث المواطن ما يبقاش محتاج أي شيء أو أي قرية محتاجة أي نواقص على أرض القرية، على أرض الواقع. الجزئية التانية اللي أنت اتكلمت فيها اللي هي بتاع الأحزاب ما بتلعبش دورها المجتمعي، أنا متضامن معاك في هذا الكلام، ولكن أنا لما قمت بنزولي إلى قريتي وفوجئت داخل القرية إن القرية معدومة من الخدمات، لا يوجد فيها أي خدمات من الدولة، فتوجهت فورا إلى الجهات المختصة أو الجهات المسموعة أو الجهات العليا وبشرت بنفسي بعض الخدمات، وعلى الفور كان يسمعوا لي وكانوا يتحولوا معي وينزل، وقمت بإرسال المسؤولين بإرسال أكثر من لجنة من المسؤولين من وزارة المياه، من وزارة الإسكان، من معالي كلمت تواصلت مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وعلى الفور شكل لجنة من الوزارة ونزلت شافت محابس المياه، لأن المياه عندي في القرية وهي قرية العيشة مركز زفتة محافظة الغربية، وهذه القرية زي أي قرية على مستوى الجمهورية وليست قريتي فقط، أنا أي قرية على مستوى الجمهورية أصبحت هي قريتي، لأن أنا من مصر وأحب بلدي وأحشق تراب بلدي. فأي قرية على مستوى الجمهورية أصبحت أنا من أهل هذه القرية. فتوجهت على الفور مع هذه اللجنة وتم تشكيل لجنة ونزلنا نشوف المشاكل اللي المواطن بيقابلها على أرض الواقع. ففوجئت محابس المياه متهالكة تماما، محابس التحكم، محابس الغسيل، كانت القرية عندي فيها لا يقل عن حوالي 20,000 نسمة، لا يوجد فيها إلا محبس غسيل واحد يقوم بعملية غسيل الخطوط كل شهر أو كل شهرين مرة بسبب إهمال موظفي شركة المياه. طب يعني أستاذ محمد، قبل ما أخوض في 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 تفاصيل هذه الخدمات احنا نرجع لها بالتأكيد، خليني أخذ رأي الأستاذ عياد وهو أحد الذين خاضوا التجربة وتعاملوا على أرض الواقع مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المجتمع المدني، وشفت على أرض الواقع. دوافع حضرتك إيه إنك تخوض العمل العام؟ يعني ليه فكرت إنك تخوض العمل العام؟ وبعد هزيمة الانتخابات، أنا ما اعتبرهاش هزيمة، يعني بعد عدم التوفيق في الانتخابات قررت إنك أنت تستمر في العمل العام. طيب في البداية أنا برحب بالسادة المشاهدين وبحضرتك وكل الناس اللي موجودة معايا في الاستوديو. اللي عايز أقول لحضرتك إنك يعني بتتبرع وتتدخل في العمل العام أو في شيء في المحيط القريب منك أو البعيد عنك، ده سببه إن اللي عايش في المكان ده هو أهلك وناسك وقريبك وجيرانك، ما فيش حد غريب عنك. وكون إن ربنا أداك بعض الصفات الكويسة أو بعض الأوضاع المالية الكويسة اللي خليك تقدر تساعد أو تعمل شيء للمجتمع المحيط بيك، ده حافز كويس إنك تبدأ تشتغل وتجاهد. اعتقد حتى لو حسبتها على المستوى الشخصي هي ما بتروحش بعيد، ما هي رايحه لاهلنا بالظبط. كون ان ربنا اداك في 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 الديانات حتى في الزكاه وفي العشور. نعم. بالنسبه للمسيحيه والاسلام، لو اعتبرنا الجزء اللي بتصرفه على العمل العام هو ما الا زكاتك او عشورك، انت مستفيد في كل الاحوال على المستوى الديني حتى او المستوى النفسي. انما الدافع الاساسي والدافع الرسمي انك انت تبدا تتقدم الناس و ان الناس دي اهلك وجيرانك ومش بعيد عنك، فانت لما بتعمل شيء من جواك حققت، وخاصه انه في المحيط القريب مش البعيد. وكمان لما احنا شايفين كل اهالينا وناسنا اللي عندهم مصانع وربنا كرمهم وعندهم وضع مالي كويس قوي، لما بنكلم حد بينهم عايزين نعمل حاجه في الحته الفلانيه بنحاول نلم مبلغ معين. نعم. ونشتغل على ارض الواقع، نعمل مستوصف صغير، نعمل انترلوك في الشارع، نعمل منطقه ما فيهاش كمان صرف صحي ولا ونبدا ندخلها بالجهد الذاتيه. الحاجات المبادرات اللي كنا بنقول عليها زمان في الصعيد عندنا يقول لك المجهود الذاتي بالزبط. انك انت بتساعد نفسك قبل ما الدوله تساعدك، والدوله مش متاخره بصراحه. اللي عايز اقوله دايما حتى كنت في مؤتمرات بتاعتي او لسه بيقولوا استاذ محمد لما بيطرق ابواب المسؤولين تمام. الحقيقه في يعني تفاعل معاه. انا هقول لك الاحسن والافضل من كده كمان، فعلا الدوله بتاعتنا، الدوله بقدراتها الحاليه كفيله تصرف على 5 6 مليون بالعافيه، فكونها بتقدم ل 100 مليون خدمات ده حاجة إبداع الإبداع وإنجاز الإنجاز. فسعادتك الدولة
عندها مشروعات عملاقه كبيره قوي، عندها يعني دنيا تانية مفتوحه في حاجات كتير، في 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 كباري، في انشاءات، في طرق، في مشروعات ري، في مشروعات صرف، في في كباري علويه على النيل، في انفاق، في 100 في المليون مليون فدان الاخيره بمبادره الرئيس بالنسبه للمزارعين والشباب شباب الخريجين. نعم. كل المشروعات دي مستنزفه فلوس كتير قوي، فبالتالي انا على محيط الضيق في منطقتي لو جيت ان انا قلت عايز اساعد، عايز اعمل، عايز يا جماعه يلا نلم المبلغ الفلاني نعمل شويه الحاجات الصغيرين دول مع بعض، اعتقد ان احنا هنحل مشاكل كتير قوي ونسيب الدوله شويه في اللي هي، عشان حتى قدامنا 3 4 5 سنين اعتقد على 2025 احنا هنكون انتهينا من كل ما هو بنيه تحتيه في مصر. نعم. فبالتالي نقدر ننطلق بعدها لافاق افضل كتير قوي توصلنا ان احنا بقينا مستقرين نفسيا اجتماعيا. ده شيء جميل طبعا بالتاكيد. تمام. طب انا معايا اتصال تليفوني، معايا مي من القاهره. ايوه، فين الاتصال يا جماعه؟ وعليكم السلام. انا بحييك جدا على البرنامج بتاعتي الجميل، وقلت اسلم عليكم. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وشكرا على الضيوف الجميله اللي معاك، وفرحانه بيكم قوي. ربنا يا رب يتمم لكم حلمكم يعني. اشكرك الف شكر على تدخل دخولك معانا، شرف لينا يا فندم، متشكرين قوي قوي. شكرا جزيلا. ربنا يخلي حالك، انا قلت اسلم عليك بس. اشكرك الف شكر يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نرجع نكمل كان الاستاذ محمد كنت بتتكلم لما كنت بتخش على المسؤول وتطرق ابوابه كان بيقول لك صفتك ايه في البلد ان انت تجي لي او تتكلم معايا؟ كنت لما اجي لما اتحدث مع المسؤول اتوجه له ان انا كصفتي كشاب متحدث نيابه عن شباب القريه، لان اللي انا شايفه على ارض الواقع عكس اللي الصوره بتتنقل لبعض المسؤولين. نعم. فتوجهت طلبت بارسال لجنه واثنين وثلاثه، لما لقوا كلام الموجود اللي انا بقوله هو الموجود على ارض الواقع، بالفعل تم التحرك من جميع الجهات المختصه وتم عمل بعض تم عمل بعض الاشياء اللازمه لاتجاه القريه، وما زال باقي اشياء داخل القريه. يعني انا اديك مثلا صغير، زي توجهت مثلا للبشمهندس حسن رئيس قطاع المصريه للاتصالات، كانت القريه بتعاني معاناه كامله من موضوع الاتصالات والتكنولوجيا والموضوع ده، وبعدين احنا داخلين النهارده وزير المعالي وزير التعليم طارق بشوقي النهارده هيقنن التعليم العالي، هيخليه نظام الكتروني او التحويل الرقمي. نعم. التعامل كله مع المواطن هيبقى نظام تكنولوجيا. بالظبط. طب ازاي انا اوظف حاجه زي كده ومفيش انترنت او مفيش خدمه للمواطن عشان يقدر يتعامل بها؟ وشفناها بمشاكل الثانويه العامه لما كان التابلت الطلبه مش عارفين يمتحنوا والنت يقطع كلنا عايشين دي. انا عندي موجود داخل القريه لحد الان ما زال بعض المواطنين يعاني من عدم وجود تليفونات ارضيه بحيث يباشروا دراستهم او يباشروا امتحاناتهم، فنرجو من معالي وزير الاتصالات طارق معالي الوزير عمرو بيه طلعت التوجه والنظر الى قريه العيشه، يا بنيه الاتصالات في العيشه معدومه مع الوزير. تواصلت مع الباشمهندس حسن واللي في امكانه عمله، قام بعض المسؤولين من سنترال زفته الباشمهندس مصعد حبيشه وقام عمل على قد ما يقدر، ولحد النهارده باقي القريه لسه بتعاني من انعدام التليفونات البنيه الارضيه وقطع مش قريتكم بس، قطع عن كل القرى. المركز يا سعيد مش انا لوحدي، المركز كله حوالي مركز زفته 64 قريه. نعم. ال 64 قريه في جزء كبير منهم بيعاني من هذه المشكله، فنرجو من الساده المسؤولين او من السيد معالي الوزير النظر لهذه المشكله، بحيث يعتبر اللي بنتك او ابنك او ابن اخوك في دراسه ومحتاج يمتحن ومفيش خدمه انترنت، هيبدا يتعامل ازاي او هيبدا يوصل ازاي اما انا ابقى ولا ابو ولد وابدا ان انا ابني بيدرس او بنتي بتدرس وداخله على امتحانات؟ طب الامتحانات دي هتمتحن من على نظام التابلت او بالزبط. نظام الانترنت هتمتحن ازاي ومفيش اساسا البنيه التحتيه بتاع الانترنت؟ ده صحيح. طب انا معايا اتصال تليفوني، معانا صباح من الغربيه. صلاح من الغربية، معانا اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا باشا. مساء الخير، بس نستأذنك بس وطي التلفزيون بتاعك عشان نسمعك. حاضر يا فندم. حاضر. اتفضل استاذ صلاح. انا بحيي حضراتكم وكل الموجودين والبرنامج الجميل ده يا فندم،
كلهم بيحيوك يا فندم. شكرا جزيلا. وبحيي بالاخص الاستاذ محمد خليل اللي هو بلدياتي من قريه العيشه، راجل محترم بصراحه، يعني بشوفه في خدمات كتير لما بيبقى في اي حاجه في البلد. شكرا جزيلا. وبتمنى له التوفيق. احنا مشكرين. طيب في حاجه تحب تبلغها حضرتك توصلها؟ انا عايز منه طلب بس، عشان ايه احنا كنا اتكلمنا فيه كذا مره بس مش عارف ما اتعملش يا فندم. تحت امرك. اتفضل يا استاذ محمد. البلد ما فيهاش مكتب بريد. يا استاذ صلاح باذن الله في خلال ايام. شكرا جزيلا يا استاذ صلاح، رسالتك وصلت. اتفضل يا استاذ محمد. هو بيخضك بقى بلغه المسؤول، ان انت المسؤول دلوقتي. انا لست مسؤول. الراجل اللي بيقرا امامه ايه ده؟ مسؤول واحد. انا لست مسؤول، انا شاب زي اي شيء، زي الاستاذ صلاح، زي الاستاذ عياد. هو طلب الاستاذ صلاح كده بيقول لك يعني ناقصنا كذا، يعني انت دلوقتي ملزم. انا بالفعل توجهت للدكتور شريف رئيس هيئه البريد، وبالفعل مكتب البريد ما زال النهارده داخل على لجنه، وفي خلال اللجنه هيتم استلام الرسم الهندسي، وهبدا اشتغل بالجهود الذاتيه، بالجهود الذاتيه اللي الدوله مش هتساعدني. لو خدت القرار قبل ما الحياه كريمه تشتغل، وانا جاي لك في الجزئيه دي، كنت هكمل ورا معاليك. حياه كريمه النهارده واخده، يعني عندك وزاره الري جمعت جميع الترع المسؤوله على مركز زفته، وهم 30 ترع او 30 بحر. من ضمنهم ترع عندي موجوده داخل البلد اسمها ترعه ابو العزم، بتاخد من ترعه العطف وترعه ابو زهره. نعم. حياه كريمه النهارده وافقت على تبطين، حفر وتبطين، حفر وتبطين هذه الترع. نعم. مش حزب، هو ده مشروع قومي على فكره للتصحيح، مشروع قومي على مستوى الجمهوريه. مظبوط. بيتكلف مشروع قومي، بيتكلف من رئاسه الجمهوريه. نعم. مفيش اي، يعني مفيش اي شخص، لا انا ولا غيري ولا غيري. مشروع قومي. اقول لك احنا كلنا اسباب، انا بسعى عشان اكون سبب اللي انا اقدم الخدمه دي. نعم. انا عندي النهارده ثلاث او اربع خدمات ما زالوا موجودين في المرحله القادمه، جايين في المرحله القادمه لخدمه اهل بلدي، واحب اوضحها برضو دلوقتي عشان اهل بلدي اكيد قاعدين بيستمعوني. انا عندي كوبري ابو العزم اللي هو اتكلم عليه دلوقتي ده، كوبري ابو العزم ده في اثناء عمليه التبطيل لترعه ابو العزم هيتم احلاله وتجديده، وعمل كوبري بديل له على اعلى مستوى. نعم. ده تاني بند. تاني مشكله، مشكله البريد اللي الاستاذ صلاح تكلم فيها، انا بالفعل توجهت للسيد رئيس هيئه البريد، ووعدني ان المكتب البريد بتاع العايشه في الاجتماع القادم هيتم الموافقه عليه. نعم. وهتم استلام الرسم الهندسي، يعني شكل اجراءات بس، يعني مساله اجراءات. هي مساله وقت مش اجراءات، هي اجراءات بس بتخلص في اقصى وقت باذن الله. نعم. تالت مشكله اللي هي المشكله اللي الشباب النهارده بيشتغلوا عليها داخل البلد، اللي احنا ما اتطورناش عليها النهارده، الكره لا في حزب بيدعم كره ولا في نائب بيدعم كره. النهارده الجهاد الشباب النهارده عندي في القريه بيتعاونوا تعاون تام، النهارده بيصرفوا من الجهود الذاتيه. بيصرفوا من الجهود الذاتيه ازاي؟ شغالين النهارده مبتر تعقيم وتطهير البلد من الوباء المنتشر على مستوى العالم. الوباء الملعون. أنا أحب أشكر الشباب المجتهدة النشطة اللي شغالة عندي داخل البلد على المجهودات المبذولة اللي هم بيبذلوها في هذا الوقت في هذا البلد. يا سعيد بيه الشباب دي بتقوم تطلع، يسيبوا محلاتهم ويطلعوا يشتروا المادة، يشتروا الكرور ويشتروا الخامة، ويرجعوا يقفلوا محلاتهم ويتجمعوا كشباب بمواتير من شغلهم الخاص، ويبدأوا يطهروا البلد عندي بيت بيت وشارع شارع. نعم. أين الحزب وأين المسؤول وأين النائب من ده؟ هي دي مصر. طيب أنا هاخد اتصال تليفوني معانا، كرولوس من القاهرة. ألو. أيوه اتفضل حضرتك. مساء الخير. مساء الخير على حضرتك. بالحقيقة البرنامج طبعا جميل ده، اللي هو مستضاف مستشار عياد. وإحنا بالحقيقة حضرتك. طبعا مستشار عياد عمل عندنا حاجات كتير في البرد، وكان نفسنا طبعا ربنا يديله يبقى نائب، بس طبعا حسب بقى مواضيع كتير محدش يعرفها يعني. بس احنا نفسنا نساله سؤال بس، هو هل هيترشح تاني وينزل يمسك الدايره، ولا هيكمل في طريقه وشغله بره وخلاص كده بالنسبه للدايره؟ شكرا جزيلا استاذ كرولوس، واللي هيجاوبك على السؤال ده الاستاذ عياد. اتفضل يا استاذ عياد. طيب انا بشكرك يا استاذ كرولوس، طبعا نورتني وشرفتني بالاتصال السعيد ده.
اللي عايز اقول لحضرتك الهدف الاساسي مش هو الترشح، عشان كده هقول طبعا لسه ربنا يدينا العمر لخمس سنين جايين ان شاء الله اذا كنا موجودين او لا يعني باذن الله، لكن اللي في الاساس هو الخدمه، انما اترشح او لا يعني اعتقد وقتها لسه بدري، ما تحكمها ظروفها بالظبط بالظبط، ساعتها الواحد ممكن يشوف ما مجايز اكون الوضع اللي انا فيه واعرف ادي كويس جدا واعرف اخدمه وما عنديش وقت لاي شيء تاني، خلاص الدنيا ماشيه. نعم. والله شفت ان في احتياج لمجتمعي والناس اللي قبلي قالوا موجودين مع تاديتهم ضعيفه او ما كانوش على اهل على نفس المستوى اللي كان مرجو منهم، ساعتها اتقدم تاني وتالت ورابع، ما فيش اي مشكله ان انا اساعد واخدم، اولا في الاول في الاخر هم اهلي وناسي محدش غريب عني. نعم. ف يعني لسه وقتها ما جاش لتحديد ان احنا نكون موجودين او لا، بس اللي اقدر اوعدك بيه يا استاذ كيرلس ان احنا اي حد هيطرق بابنا في خدمه او في غيره نقدر نعملها او في امكانياتنا العاديه البسيطه، نحن ليست دوله، ف مش هنتاخر عنه واكيد هنكون سباقين بالخير وان احنا نجري في مصالح الناس، واعتقد هو ده الاهم من الترشح او ان نكون موجودين في البرلمان اللي جاي او غيره يا استاذ كيرلس، وان شاء الله ربنا يوفقنا ودعواتك يعني. استاذ عياد، يعني المشكلات التي طرحها الاستاذ محمد يمكن شان العديد من القرى المصريه طبعًا. كل قرى مصر بتعاني طبعًا. منها تقريبا، وربما برضه بعض الاحياء في المدن طبعًا. خلينا نقول تراكمات عصور سابقه، انهيار البنيه التحتيه ونقص الخدمات، تراكمات عصور سابقه طبعًا. شايف الدوله بتتعامل مع هذا الملف ازاي دلوقتي؟ أنا يمكن ذكرت لحضرتك في بداية السؤال الأول لما كنا مع بعض من دقائق، قلت لحضرتك أنه الدولة المصرية عندنا تجري على قدم وساق من ناحية المشروعات العملاقة ومن ناحية أنها بتعمل وما بتأخرش، وأعتقد فعلا إحنا بانتهاء 2025 إن شاء الله أعتقد أن هنكون خلصنا كل مشروعات البنية التحتية اللي هي متراكمة زي ما قلت من عصور سابقة، و كان عندنا اهتمامات بحاجات كتير وكنا بناخد القشور ونسيب كل ما هو في الباطن. يمكن معالي الرئيس فتح السيسي في الفترات الأخيرة من 2015 حتى أو 14 حتى تاريخه. طب انا هستسمحك بس عشان فضل. يعني انا احترام المشاهدين على التليفون الهاء المكالمات كبست علينا بشكل فضل. يعني فضل. جميل. معانا مكالمه تليفونيه، ايهاب من القاهره. مساء الخير يا استاذ سعيد. مساء الخير على حضرتك. زي حضرتك يا غني، مع حضرتك فهم. اهلا استاذ ايهاب، تشرفنا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بضيوفك الكرام والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ ايهاب، اتفضل. انا متابع حضرتك وانت بتتكلم على الخدمات والتراكمات اللي موجوده، وبضرب مثالين في حي الأزبكية وفي حي السيدة زينب. نعم. في رئيس حي السيدة زينب مهران عبد اللطيف، ده من أنجح وأكثر الناس اللي أنا عرفتها في حياتي في الخدمات والمجهود الجبار، ونفس القصة بالنسبة لحي الأزبكية اللي هو يحيى الأدغم. لكن هي نعم. مشكلتنا في الإدارات اللي في الأقسام، لكن في ناس بتعمل مجهود جبار. اللي هي آليات التنفيذ حضرتك تقصد. بالظبط يا فندم، يعني الإدارات اللي في الأحياء هي دايما في كل شيء، يعني احنا بسم الله ما شاء الله اللي انت بتقوله ده موجود ومشاريع عملاقه والى اخره، لكن التراكمات والوراثات في الشيء السيء ده هو بيعوق اي حد ناجح. انا بضرب مثال للاثنين دول ان هم ناس اقوياء وناجحين، لكن لو عندهم نفس لو في نفس الناس دي في الادارات كل حي هيبقى الموضوع مختلف جدا. يعني حضرتك محتاج الجهات التنفيذيه محتاجه معالجه لاليات تنفيذها طبعا يا فندم، القرارات محتاجه دش، يعني ما عندنا مثلا رئيس هيكون قوي جدا نعم من غير منظومه فهينجح ازاي؟ نعم من غير مجموعه متكامله نفس المستوى هيبقى قوي ازاي؟ يعني الخدمات دي هي المشكله الاساسيه في كل الخدمات والمحتوى. حضرتك يعني انت بتتكلم في موضوع عام، فاحنا برضو بنطرح انا من سكان الازبكيه مثلا ونشاطاتي فيها، حي من اعرق الاحياء في مصر اكيد طبعا. بالتاكيد طبعا. استاذ ايهاب احنا بنشكرك، رسالتك وصلت، الف شكر على مداخلتك معانا. نرجع يعني حضرتك استاذ عياد، كنا بنتكلم على تراكمات العصور السابقه في الخدمات، يعني حضرتك يعني قلت ان الملف ده يعني طبعًا الدولة محتاجة تفوق منه طبعا. انا بقول لحضرتك ان احنا وان كان فترة الاصلاح طالت او هتطول شوية، بس العائد والمردود عائد ممتاز، عائد على المدى الطويل، عائد لاولادنا والاجيال القادمة. يمكن احنا الجيل اللي حالي اللي احنا الحاليين
ما عندناش استفاده قصوى من التطوير والتنميه اللي بتحصل ده والبنيه التحتيه العظيمه اللي بتحصل، لكن اعتقد على مستوى العشرات والعشرات من السنوات القادمه كل اولادنا هم اللي فعلا مستفيدين بده. لما تمشي في شارع ولا في طريق عمومي او سريع او غيره ولا في نفق ولا كل الاستكشافات الحديثه دي وتشوف ده على ارض مصر، ده فعلا هتدرك انت وصلت العالميه باقل القليل. كل الكلفه عندنا كانت كلفه انتظار مش اكتر، ما نعم. عندناش كلفه في زي بلاد كتيره فقدت كتير عشان توصل لده. احنا يمكن وان كنا تحولنا بعد فتره الثوره والعهد اللي قطعه معانا معالي رئيس الجمهوريه بانه مش هيسيب حد محتاج، مش هيسيب حد فقير، واخر هو قادم في طريقه لده طبعا طبعا طبعا، واخر يمكن اخر وعوده كانت انك كل حد محتاج شقه هنديله اعتقد فعلا. الكلمه دي كفيله تخلي كل واحد ينام مرتاح ومبسوط، وان كانت التكلفه شويه زايده بس انت في كل الاحوال حققت ملف كان ملف قاتل. ناس عندنا عايشه في شوارع، ناس عايشه في كهوف، مفيش النهارده العشوائيات عذب الصفيح والحاجات العشوائيات اللي كنا بنشوفها ده كله تقريبا بالزبط. بنسبه 95% غير موجود. احنا ونجاح تجربه الاسمرات اعتقد بالظبط كده. احنا واصلين داخلين في منطقه الرفاهيه مش في منطقه العيش فقط. نعم. بالنسبه للمواطن المصري من ناحيه العيشه في مكان نظيف، مكان محترم، مكان امن، مكان مؤمن ليه ولولاده ولبيته، مكان فيه جناين، مكان فيه كل المستلزمات بتاعتك اذا كان سلاسل غذائيه، اذا كان توزيع، اذا كان صيدليات، اذا كان مستشفيات، كل ده. وكمان المشروع العظيم اللي هو احنا ما اتكلمناش بصدده لغايه من اول الحلقه لغايه دلوقتي، المشروع اللي هو المشروع القومي للصحه بتاع المحافظه، 100 مليون صحه، 100 مليون صحه، المبادرات الاساسيه. لا انا بتكلم على مستوى، احنا كنا بنتكلم على المبادرات الاساسيه المحافظات كلها اللي مشروع التامين الصحي للمحافظات اللي ابتدى محافظه بورسعيد. فده مشروع اعتقد يعني هو مش منقول من امريكا، بالعكس يمكن امريكا بتحاول تطور على الوضع الحالي، الخطه اللي مرسومه في مصر اعتقد احنا هنفوق النظام الامريكي لو طبق كما رسم له وفقا لطموحات السيد الرئيس. يعني اذا طبق وفقا لطموحات السيد الرئيس بالظبط كده. فاحنا محتاجين شويه بس صبر على الصبر اللي احنا فيه وشويه مجهودات من الناس. ما تتكاسلش وتقول خلاص اصل هي بايظه ما نعملش. لا اعمل دورك وادي دورك وسيب الدوله بتعمل في خطتها، وانت الحاجات النواقص دي مع الوقت كلها هتلاقي نفسك انت مش محتاج تدور عليها، هي بتتعمل اول باول. اذا كان ميه صار في راس كل الكلام ده اصلا بينتهي مع السنوات القليله اللي جايه. فانت اهتم كمواطن بقى بالعمل، بقى انك تشتغل، تنزل سوق العمل، تشوف ايه اللي ممكن تعمله لبيتك لاولادك لحياتك، اعلى بنفسك وسيب الدوله في سكتها. اعتقد وزي ما حضرتك قلت التراكمات دي وان كانت خدت 30 40 سنه فاتوا، احنا ان شاء الله 25 في زمن قياسي هنكون طفره كبيره من الشغل اتعمل بالظبط. ان شاء الله. طب ارجع للاستاذ محمد في جزئيه مهمه جدا، المبادرات الرئاسيه، والاستاذ عياد فكرنا بان احنا نطرق ابوابها. هل وجدت يقصد السيد الرئيس من اطلاق مبادرات؟ يعني الرئيس يملك ان يصدر قرارات، لكن حين يقول مبادره، المبادره مليون صحه، تعتقد انها حافز ليك كمواطن انك انت تتحرك وتعمل مبادرات وتشتغل وتعمل قوافل طبيه وتشتغل؟ طبعا. انا في البدايه الاول بوجه الشكر والتقدير ورع الفل للسيد فخامه الرئيس على المبادرات اللي بيقوم بها واللي لسه ما زال بيقوم بها، والنهارده مش الرئاسه بس، ده مكلف جهات معينه في الدوله بتشتغل زي 100 مليون صحه، زي فيروس سي، يعني عندك كذا جهه شغاله، زي هنقول مثلا زي صناع الخير برضو الدكتور مصطفى زمزم بيلعب دور مهم في المجتمع بالزبط. النهارده المجتمع النهارده مش واخد باله منه. استاذ مصطفى زمزم ده بيدعم الدوله في حياه كريمه، بيدعم الدوله في اشياء كتير. النهارده الدكتور مصطفى زمزم ده على المثل مثلا تواصلت مع اثناء الفيروس كورونا في البدايه، نعم يا دكتور مصطفى والله انا عندي 1 2 3 ومحتاج دعم من معاليك، على الفور تواصل معايا تاني وقال لي محمد بيه توجه على كفر الشيخ خد 100 كرتونه، وجبت 100 كرتونه ووزعت على اهل قريتي. نعم. النهارده لما يبقى واحد زي الشاب، وهم كمان كانوا بيوزعوا 500 جنيه مع الدوله، يعني طبعا الى جانب الدوله. ده مش 500 جنيه بس، ده اللي هي كانت كل شهر. ده 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 ده, ده النهارده بيعمل الكرتونه وبيوزع ال 500 جنيه
وفي ملعوب كمان من تحت الترابيزه اللي هو العمليات اللي هو ايه، عمليات النظر الشبكيه، لو في عندك حاجه في نظرك، الدعامات، الاسطره. انا عندي ناس موجوده داخل البلد عملت لهم كذا عمليه داخل مؤسسه صناع الخير. يعني اذا كما هناك منظمات حقوقيه كانت تاخذ تمويل لتدمير البلد، هناك ايضا يعني من يعمل لصالح البلد. طبعا يعني عشان برضو نكون منصفين. طبعا انت يعني الدكتور مصطفى زمزم ده يعني مش عايز اقول لك، يعني هو بصراحه يعني بيلعب دور مهم جدا في المجتمع. هو اي يعني حد مش مؤسسه صغير. وحيده يا استاذ محمد، ده مؤسسات كتيره يعني كذا مؤسسه بعد مصطفى بس زمزم. يعني اذكر اسماء لا طبعا انت عندك صحيح. عندك مصر الخير، عندك الارمان، عندك مؤسسات كتيره فعلا. عندك مؤسسه مجدي يعقوب، عندك مؤسسه كل المؤسسات والهيئات اللي بتعمل للخير دي في مصر عددها، وان كان يعني احنا بنشوف في رمضان حتى الاعلانات بتاعت المؤسسات دي بتبقى اعلانات مهوله وعددها كبير قوي، وفعلا لما بتطرق ده هم احيانا من قله عدد المتقدمين انك تاخد المعولات. عمليه او غيره او 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 وضع يبيعلنا على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي اللي عنده شيء معين يجي لنا، اللي عنده العمليه الفلانيه احنا بنقدمها الشهر ده، اللي عنده كذا يجي لنا. فاعتقد طبعا انا بحيي الدكتور مصطفى زمزم برضو مع الاستاذ محمد، لكن عايز اقول ان في ناس كتير برضو زي الدكتور مصطفى الشخصيات المحترمه. احنا برنامجنا بنحاول ان احنا نبرز ايجابيات المجتمع طبعا، ونظهر الضوء على الشخص اللي هو يعمل من كل من يعمل له حق، الحق الادبي بتاعه طبعا. عشان حتى نحفز من لا يعمل يكمل طبعا، وهو يكمل وغيره يعني ياخد قدوه. يعني استاذ عياد برضو انت معايا وحضرتك محاسب قانون وخبير ضرائب، نلقي الضوء على يعني انا انتهز الفرصه لسيادتك معايا. أوي أوي أوي. بعض رجال الاعمال اللي هم بيقتطع منهم ضرائب وبيحسوا انهم يعني ايه متضررين قوي من دفع الضرائب. تمام. في بعض الدول بتعتبر الضرائب هي الممول الاساسي للخدمات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. طبعًا. يعني طبعا حضرتك شايف هذا الملف تتعامل معاه ازاي؟ بص حضرتك يعني طبعا في زي ما هو في بعض رجال الاعمال بيقولوا او شايفين ان كل ما هو بيستقطع منهم لصالح الدوله مش عاجبهم، والفلوس كتير والمبالغ كتيره اللي بتدفع، لا في الاخر بيبادر وبيحط في خزينه الدوله فلوس مقدما على اساس ان هو ضرايبي للسنه اللي جايه، خدوا جزء تحت الحساب لغايه ما في ناس زي ما في ده موجود في الشارع وفي سوق العمل وفي المجمع الاستثماري على مستوى الدوله. لكن اللي عايز اقول لحضرتك شركات المالتي ناشونال المتعدده الجنسيات بتعمل حاجه في الاخر 10 سنوات، وانا اسمن هذه الجهود بالنسبه للشركات المالتي ناشونال، بتعمل حاجه اسمها المسؤوليه المجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه. اللي هو يجي يعمل زي في البعض بياخدها بصفته يعمل جمعيه منبثقه من شركته، زي مؤسسات كتير بدون داعي الذكر عشان الاعلانات، بدون داعي الذكر اسماء. لكن في حد تاني يقول لك احنا عندنا 100 مليون جنيه السنه دي من بنك الفلاني، من الشركه الفلانيه، من المؤسسه الفلانيه، عايزين ندخلها في مشروعات الدوله. شوف يا دوله ناقصك ايه، عايزه تعملي ايه، عايزين كوبري في الحته الفلانيه، عايزين مشروع في الحته الفلانيه. في وخاصه بالفعل الشركات المالتي ناشونال لها اليد الطوله في الكلام ده. يمكن احنا كشركات مصريه يعني عندنا دور مجتمعي ممتاز طبعا في المجتمع، وان كان البعض بيعتبر ده منا، لكن ده مش منا منهم، لا ده فرض جبري وبروتوكول عالمي بقى معترف به، لان هو في مقابل ان هو بيديني فلوس كتيره بعيدا عن الضرائب رقم معين كل سنه للمسؤوليه المجتمعيه، هو اصلا بيهلك لبيئه، بيهلك لطرق، بيعمل هو ده راجل امين مع نفسه، بيقدر ان هو اهلك لي طرق، بوظ لي بيئه بنظره الدخان اللي عامله مصانعه، فبيحاول يرد شويه اصلاح ما روش البيئه الجزء الافسد بعيدا عن حته الضرايب. لكن طبعا انا شايف ان بعض الشركات المصريه الكبيره ابتدت تعمل جمعية أهلية أو جمعية خيرية أو مؤسسة فلان الفلاني أو مؤسسة الشركة الفلانية، أو بعض المؤسسات بتقدم لا ده في بعضهم وصل ل 500 من ساعة ما فتحت المؤسسات دي. في بعض المؤسسات وصل تبرعاتها إجمالي تبرعاتها من ساعتها لغاية دلوقتي 500 مليون جنيه، وده رقم مهول، ده ميزانية بعض المحافظات يعني عندنا. فكون يقدم المبالغ دي على مدار 4-5 سنوات فاتوا، لا ده حاجة ممتازة وتسمن هذه الجهود. اعتقد وربنا يكرمنا ان شاء الله الايام اللي جايه نحاول نظبط الوضع الضريبي بحيث نستقطب ناس تانية تادي اعمال تانية للمجتمع من الناس متوسطي وصغار
التجار والصناع، بس لما نظبط لهم الوضع الضريبي يبقى مستقر، بحيث ان هو ما يبقاش بيدفع في حتتين وزعلان، لا انا ظبط لك ضرايبك عشان انت من نفسك طوعيه تقدم شيء للبلد اضافي. يعني ازدواجيه الدفع الضريبي بيأثر على طبعا بيضايق صاحب العمل طبعا. انه صحيح شايف ان في فجوه موجوده بين الثقافه الضريبيه عند المواطن وبين المفروض ان هو يعمله، يعني في فجوه في النص، في حلقه مفقوده طبعا. التعديلات الكتيره، في فجوه موجوده طبعا لا ننكر هذا، بس التعديلات الكتيره في القوانين الضريبيه في كل القوانين الخاصه بالاعمال والمال، التعديلات الكتيره واللي هي المواطن ما او صاحب العمل ما بيدركهاش بسرعه، وقد تؤدي الى التعثر وان هو ما ياخدش باله من شيء معين فيلاقي عليه غرامات او مشاكل، طبعا ده عامل فجوه كبيره. احنا يعني بنحاول في خلال السنوات الاخيره، الثلاث او اربع سنوات الاخيره، بنعمل بعض القوانين الضريبيه وبنسن قوانين ضريبيه بتامن الوضع للشركات بالذات المنشات الصغيره والمتوسطه. في عندنا قانون من 206 لسنه 20 ده بتاع الاجراءات الضريبيه بيحاول يحد من المشاكل، وان كان عليه بعض اللغط وبعض الكلام. طب انا هاخد بس اتصال تليفوني وهنرجع نستأنف في الجزئيه دي تاني. معايا عيد من الغربيه، اتفضل معايا استاذ عيد. اتفضل. الو. اتفضل، اهلا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا، مساء الفل. مساء الفل على حضرتك، اتفضل. معاك عيد السعيد السنين. اهلا بيك. قريه العايشه. اهلا بيك. اتفضل. طب ممكن بس توطي التلفزيون بعد اذنك عشان نقدر بس نسمعك. حاضر. اتفضل استاذ عيد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عايزين نتكلم الاستاذ محمد خليل لو سمحت. معاك الاستاذ محمد خليل، موجود، اتفضل. موجود معايا؟ موجود، اتفضل. اتفضل يا استاذ سعيد، سامعك، اتفضل. معاك الاستاذ محمد، اتفضل. يا استاذ سعيد، سامعك، اتفضل. طب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. شكرا جزيلا استاذ سعيد. نرجع، كنا بنتكلم في جزئيه، واضح ان كلهم من العايشه بقى. انت الناس شايفه الموجوده اللي انا عملت اللي عضو مجلس الشعب ما يعرفش يقولوا ليه، ما يعرفش يعملوا. الناس توجهت بالكلام ده، قابلت نواب مجلس الشعب واتكلموا معاه وقالوا له في قعده المؤتمرات، قالوا له احنا عندنا شاب ناشط اسمه فلان الفلاني عمل اللي انتوا عجزتوا عليه، اللي انتوا ما قدرتوش تعملوه. انا النهارده عملت بنيه تحتيه، طفره في البنيه التحتيه بتاع القريه يا سعيد بيه. انا النهارده كوبري بتاع مدخل البلد كان المدخل الرئيسي، النهارده الكوبري هيتعمل له احلال وتجديد. كان في صور يا جماعه معانا، فين الصور؟ كان في صور يا جماعه للحاجات اللي بنتكلم فيها دي. يا ريت يعرضوا الصور وانا اقول لك. بتجهز، اتفضل. عندك برضك مشكله المياه دي، وهي الاهم والاكبر، لان النهارده المواطن بدون المياه ملوش حياه. بالظبط. لان النهارده المياه دي كانت عباره عن مياه صرف صحي، لا هم بيشربوها ولا هم بيتوضوا بها عشان يصلوا. طب انهي بشر دول اللي هم يتعاملوا بها؟ لما توجهت فورا للمعالي الوزير شكل لجنه ونزل شاف الكلام ده على ارض الواقع، كلف الدوله فورا بانشاء بصرف مبالغ وعمل غرف لمحابس المياه وتغيير محابس المياه. بس في نقطه صغيره، في على الشاشه صور اهيت، دي الكوبري اللي هو بتاع مدخل البلد اسمه كوبري ابو العزم. ده اللي فيه دلوقتي، ده دي كوبري ابو العزم اللي هو ان شاء الله في حياه كريمه هيتم تغيير هذا الكوبري وهيعمل له احلال وتجديد. دي اللي معالي، كلمت معالي الوزير محمد بيه عبد العاطي وزير الري، وكلف لجنه، واللجنه سلمت هذا الكوبري وهذه الترعه لحياه كريمه عشان يتم تغيير هذا الكوبري وتبطين هذه الترعه، لان الترعه دي عليها شلل كبير. الاوائم بتاع الكوبري ده ما زالت، انا من ساعه ما وقعت على وش الدنيا وهي طوب من زمن الزمن ما اتغيرش، والطوب مشقق من كتر دفع المياه، شقق هذه الكوبري. نعم، في اصبح في خطوره على المياه، اصبح في خطوره. انا استنى لما الخطوره دي تعمل كارثه عندي في القريه، ولا ابدا اشتغل واشوف ايه لازم واعمله. بالظبط كده، هو ده اللي احنا بنضربه. ده هذا الكوبري. بعض الصور الثانيه هتلاقي في بعض الصور الثانيه الهيئه بتاع شركه المياه غير صور. طيب في صور تاني. ايوه، دي مدخل القريه اللي هو موجود عليه الكوبري فعلا، المدخل الرئيسي. دي بقى تعالى لنا هنا بقى، دي مشكله المياه واللجنه وهي معايا وهي بتشوف المحابس الموجوده في البلد المتهالكه التي لا تصلح للمواطن انه يستخدمها. لا، دي مشكله التليفونات، البنيه التحتيه بتاع التليفونات الموجوده داخل البلد. اهالي القريه قعدوا حوالي ثلاث سنين او اربع سنين يجروا يقدموا شكاوى للجهات المختصه في التليفونات ولم احد يستمع لهم. عندما توجهت توصلت مع المتحدث الرسمي
لوزاره الاتصالات محمد بيه العزب ومحمد بيه السباعي بتاع وزاره الري، تواصلوا فورا وكلفوا لجنه من مكتب عادل بيه حامد ونزلت اتعملت بعض اماكن في البلد وبعض اماكن ما زالت لسه موجوده على ارض الواقع ما اتعملتش. وانا بطالب دلوقتي من خلال هذا البرنامج معالي الوزير اوجه لك رساله من اهالي قريتي، نحن نعاني من انعدام البنيه التحتيه في الاتصالات، وناشد معاليك بتغيير او بزواده الكابل داخل القريه بحيث كل مواطن داخل القريه يحصل من حقه يحصل على خط تليفون ارضي، بحيث لو عنده ابن او بنت. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك طبعا، لو عنده بنت خدمه لاهلنا وناسنا طبعا بالتاكيد. انا معايا تليفون، اتصال تليفوني هيثم من الغربيه. معانا الاتصال يا جماعه ولا فقدناه؟ هيثم من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ سعيد؟ الله يخليك، الحمد لله. بشكر حضرتك وبشكر الضيوف اللي مع حضرتك. احنا كمان بنشكرك وهم بيشكروك. اتفضل يا استاذ هيثم. والاستاذ محمد خليل من قريه العايشه. شكرا جزيلا، شكرا. طب تحب توجه اي رساله او اي ملحوظه؟ بنشكرك يا استاذ محمد على الجهد اللي حضرتك بتبذله في قريتك في قريتك. اشكرك شكرا، شكرا جزيلا. لو واجب عليا ده انا بشكر اهلي وناسي و شكرا جزيلا جدا هيثم، شكرا. احنا هناخد فاصل، نضطر ناخد فاصل اعلاني قصير ونرجع لحضراتكم تاني. هناخد فاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم، خليكم معانا بعد الفاصل. أجدد التحية لحضراتكم وأجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو. وكنا بنتكلم على الأستاذ عياد، بقى يكلمنا عن حاجة تانية بقى مهمة جدا، هي رسالته إلى الشباب. يعني ماذا تقدم للشباب وهم أكيد هم دول اللي وقفوا جنبك في الفترة اللي فاتت طبعاً، وهم الملمومين حواليك دلوقتي وبيساعدوك. طبعا أنا يعني بحب أوجه رسالة لكل الشباب اللي موجودين في على مستوى الجمهورية، طبعا دي بلدنا كلها، يعني مش هحدد حي معين أو غيره. العمل المشترك والتكاتف مع بعضينا، يعني احنا لو احنا اثنين او ثلاثة في شارع او في حي وعندنا مبادرة ممكن نعملها، سواء كانت على مستوى البيزنس او على مستوى المبادرات المجتمعية وخدمة المجتمع، ما يتكسلوش عنده. واي حد محتاج مني انا بصفة، ممكن حد يقولك طب احنا ايه اللي ممكن نعمله، ايه اللي ممكن نقوم بيه، لازم في تعاون مع الدولة. انا كحد عندي الخبرة الكافية في على مجال الاعمال والمال ومجال الخدمات المجتمعية، تعالى بايدك في ايدي وشوف احنا ممكن نعمل ايه، اوجهك اساعدك باللي اقدر عليه، اعمل لك خطه صغيره وانت نفذ من خلالها. انا وبعض الشباب اللي معايا برضو، الناس المحبين، الناس اللي بتحب تقدم الخير، انت يا سيدي عندك كميه ناس من بعض الناس في مجتمعك محتاجين وفي احتياج، شوفهم واطرح الامر ده على مجموعه من الناس اللي موجودين معانا، نقدر نساعد بايه معاهم، نعمل لهم ايه. المراه المعيله والناس اللي في احتياج وفي عوز، كل الناس دي مهم قوي ان احنا نخطط ليها ونشوف احتياجاتهم ايه. فاللي بقول لحضرتك رسالتي ليهم للشباب انه اجتهد، بادر في مجتمعك، اشتغل، هتلاقي الدنيا كويسه. اعمل بالظبط. شكرا جزيلا استاذ عياد. استاذ محمد في ثواني معدوده، ماذا تقول لأبناء بلدك؟ والله أنا أحب أقول لأبناء بلدي كل الخدمات اللي أنتم محتاجها بأمر الله أنا متواصل معاكم فيها، وعلى وأنتم تاج على رأسي ووسام على صدري، ولن داخل انتخابات ولا حاجة؟ لا لن أدخل انتخابات. وهذا الكلام قبل ما أعمل في العمل العام، بعض من أهالي داخل القرية حبوا يتعاملوا معايا بأسلوب مش كويس، وان شاء الله في المرحله الجايه مركز الشباب هيتم حله، لان الشخصيات الموجوده فيه لا تصلح. مكتب مركز الشباب لا يخدم القريه بالفعل ولا يخدم اهالي القريه. اولا في قطعه ارض في الملأ في داخل قريه العايشه تم اصدار القرار بتاعها، وان شاء الله في خلال ايام مستني القرار يطلع من مكتب وزير رئيس الوزراء. نحن ننتظر منكم المزيد. ومكتب البريد ومكتب البريد ان شاء الله تمام، وكوبري تمام، وكل ما يخص اهل قريتي ان شاء الله.
واحب في نهايه الحلقه احب ان يلا اسمح محمد احسن كده هيطردونا بره. احب ان اوجه بركيه تهنئه الى الاستاذ والاخ حسام ابو شامه، وريت بعد اذنك يعرضوا صورته من خلال هذا القناه. احب ان اهنئه بكتب كتابه، وان رب وضع الله عز وجل ان ربنا يتمم له خير ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله. والاخ حسام ابو شامه، وريت بعد اذنكم تعرضوا الصوره بتاعته. شكرا استاذ محمد، شكرا جزيلا على شكرا دورك. انا بشكر حضراتكم وبشكر ضيفي تاني وجدد الشكر ليهم على تواجدهم معايا، وبشكر كل من يضع لبنة في بناء هذا الوطن نحن ندعمه ونبرز جهده، ونشكر كل شريف يسعى ويحلم ويعمل ويجتهد من أجل تقديم الخدمة العامة لأبناء بلده. نحن الشعب المصري شعب عظيم وشعب يظهر معدنه الأصل النفيس وقت الأزمات. شكرا جزيلا لحضراتكم، ألقاكم على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله.